تتعرض مدينة سرت لقصف عشوائي بالقنابل الصاروخية من قبل عملاء الناتو. هذه القذيفة الأولى سقطت في إحدى الحدائق، وفي هذا الاتجاه هناك قذيفة ثانية سقطت على أحد المنازل. كما تشاهدون الدخان يتصاعد من تلك الجهة، أما في هذا الاتجاه فقد سقطت الثالثة. هذا دليل على استهدافهم العشوائي للمناطق السكنية، وخوفهم وجبنهم يدل على استسلامهم وهزيمتهم. فلازلنا صامدون، ولازالت الراية الخضراء خفاقة في كل مكان، منتصرين بعون الله. هذه صورة أخرى لسقوط صاروخ داخل هذه الشقة السكنية، ما أدى استشهاد العائلة بالكامل وإصابة الآخرين بحروق بليغة كما تشاهدون جميعا. وهذا منزل آخر أصيب بقذيفة هوا من قبل عملاء الناتو، دليل على استهدافهم للمدنيين. فنحن نريد من يحمي مدنيين، أما أن سكان سرت فهم ليسوا بمدنيين. هذا دليل على استهداف عملاء الناتو للمحياء السكنية والمنازل بالقواذف والصواريخ كما تشاهدون جميعا. هذه الصور حية وبليغة، يقوم عملاء الناتو بالقصف عن بعد. في هذه المكان بالتحديد تعرضت مدينة سرت وتتعرض دائما من قبل عملاء الناتو للقصف في يوم 21/9/2011. هذه هي الحرية التي جاء بها عملاء الناتو من تدمير وتكسير للمباني. هذا فندق باب المدينة تعرض للتدمير الكامل من قبل عملاء الناتو وأعوانه على الأرض. اليوم بتاريخ 21/9/2011 تعرض هذا المسجد في منطقة الزعفران للقصف من قبل عملاء الناتو كما تشاهدون جميعا. هذا القصف جاء من الاتجاه الغربي ومدينة في الاتجاه الشرقي. هذا دليل كافي على أن عملاء الناتو هم من استهدف هذا المسجد، وكذلك شركة الكهرباء في هذا المكان. هذه مدرسة البيان الأول في مدينة سرت تعرضت للقصف من قبل عدوان الناتو وسويت بالأرض. هذه المدرسة قد سينت حديثا وتعرضت للقصف ويبدأ العام الدراسي بعد عدة أيام، ولكن حلف الناتو قام بقصفها. وهذه المدرسة تضم الآلاف من الأطفال والتلاميذ الذين سيبدأون عامهم الدراسي. هذه المدرسة توجد في وسط حي سكني تعرض للقصف كما تشاهدون. فهذه الساحة، وهذا ملعب لكرة القدم في داخل المدرسة، وهناك الكثير من الحياة السكنية المجاورة. دمرت المدرسة تماما موسوية بالأرض بسبب عدوان الناتو. This is a school, Albayan school in Sirte city in 21 September 2011. It is destroyed by NATO and it is in the middle of the civilians' homes and there is a lot of students. They won't come after one week to start his new study years, but NATO destroy his schools and they cannot start his new study years. So this what NATO doing here in Sirte. You have to protect us and tell us what we can do and how we can protect us. هذه شركة الاتصالات للاعتصامات التي حاول الجرذان الدخول إليها، ولكن لا زالت صامدة هنا، فقد قاموا بتدميرها وتكسيرها. وها هي صور الشهداء داخل ساحة الاعتصام، والأعلام الخضراء لا زالت ترفرف في هذا اليوم، يوم 21/9/2011. صورنا يا حمد. صورنا 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 صور
نحن اليوم بتاريخ 21/9/2011 تعرضت مجمع المؤتمرات والأمانات للقصف من قبل عملاء الناتو بالراجمات والصواريخ ما يدل على قصف عشوائي المدنية. كما تشاهدون أثار رصاص على الجدران كل مكان. أكبر دليل على استهداف الأماكن المدنية لا تخص الدولة ولا تتبع لأي أفراد. هذه الأماكن هي ملك للدولة يتم تدميرها عن قصد. مدينة سرت ما يدل على استهداف الأماكن المدنية قصفهم العشوائي، وهذا أكبر دليل على تدميرهم للأماكن المدنية والمدنية للمدينة. هذه شركة الكهرباء تعرضت للقصف من قبل عملاء الناتو دليل على تدميرهم للبنية التحتية كما يقوم حلف الناتو دائما. فهذه هي حماية المدنيين التي يدعونها والحرية التي أجاؤوا بها. يمكنكم مشاهدة ما جلبه العملاء لهذه المدينة.